بأن الله محارب بحضور هذا الجمع الكريم الذي جمع من كل فج ومن كل مكان، وبحضور أيضا من يقود هذه الليلة آيات الذكر الحكيم الذي شرفنا به في هذا المساء، محمود الشيخ محمود حسن الحلفاوي أو محمود سلمان الحلفاوي. خلي بالكم الحلفاوي دي جاي كلمة. طب والله اسمعها تاني دي عشان جبت لنفسك انت. ابرح يا شيخ ابرح. يا زكريا عرفنا باسمك؟ ذكري ان الله محارب. عايزين نعرف يعني سبب قيامك بعمل هذه الليلة على خلاف العادة. أنا من احتراما أو محبة لأخونا المسلمين. بعد كده طبعا دي ذكرى لمرحوم والدنا عملها سنة 64 يوم الجوزة. فكانت طبعا الليلة برضو ليلة محترمة زي الليلة بالضبط. فكل الناس طبعا بتحبنا وكل الناس يعني في ثقة مع بعضنا وفي احترام في واجباتهم وواجباتنا في كل الظروف بيكونوا معنا الظروف المحترمة يعني والحاجات الحلوة. العائلة عندك تقبلت الأمر ده؟ أيوة كل العائلة وكل البلد وكل الناس كل تقبلت هذه الليلة. الليلة دي طبعا أعز الليلة لينا ولكل الناس. التكاليف يعني إقامة الليالي القرآنية بيبقى يعني مكلفة بعض الشيء، هل نظرت للموضوع ده مثلا أو بصيت للموضوع ده؟ مهما كلفت ومهما صرفت مش خسارة. في إخواننا المحبين طبعا لينا يعني دول في الواجبات معانا، في الفرح معانا، في كل حاجة معانا، كل وقت معانا. هو ابن طبعا للرد على المشككين إن وحد العديان فانطلق يا حلفاوي انك منصور باذن الله. بارك الله فيك.